الحمد لله قمنا بنشر البحث الثاني لهذه السنة عن طريق عيادة الدكتور حمد السيوف عمان. البحث الأول كان في شهر 1 2024، الآن البحث الثاني انتشر الأسبوع اللي فات، وكان هو البحث الثاني في هذه السنة والبحث الخامس الذي يتكلم عن طريقة علاج التوحد وكيفية علاج ضعف التركيز عند الأطفال. طبعا بالبحث هذا احنا قمنا الآن بتلخيص آخر المعلومات الموجودة اللي ظهرت بعد توصيات الجمعية العلمية الأمريكية 2020، والتي تدل على أنه علاج ضعف التركيز، فرط الحركة في الطفل التوحد أو في الطفل الطبيعي في عمر قليل جدا يساعد جدا جدا في تطور هذا الطفل، وهذا اللي أثبتناه في البحث الأول 2020، والبحث الثاني 2021، والبحث الثالث 2023، والبحث الرابع 2024 شهر 1، والبحث الخامس 2024 شهر 6. طبعا تم نشره في مجلة Frontiers in Psychiatry. قوة عامل التأثير هو 4.7، وهو طبعا كبحث يعكس وجهة نظري كطبيب ومنظوري إلى هذا المجال، هو عامل تأثير عالي جدا. الآن هو موجود على الببميد، وفي له كمان فيديو صوتي يتكلم ويشرح البحث كلمة كلمة عن طريق اليوتيوب، طبعا باللغة الإنجليزية. طبعا الهدف من نشر مثل هاي الأبحاث والدق على نفس النغمة أنه نعم طفل التوحد ممكن يشافيه، نعم علاج التركيز وضعف التركيز وتشتت الانتباه في الطفل التوحد يجب أن يعالج كما يعالج الطفل الطبيعي، لأنه طفل التوحد محتاج إلى التركيز أكثر من الطفل الطبيعي. الآن النقطة المهمة جدا أنه كلما كان عمر الطفل أقل كلما كان استجابته أكثر، وهذا اللي احنا راجعناه بالبحث الأخير اللي نشر الآن، وهو البحث الخامس في علاج التوحد. طبعا هذا البحث هو كان فقط أنا الناشر الوحيد فيه، وهو يعكس آخر المستجدات العلمية ورأيي أنا في هذه المستجدات، وهو مدعم لأبحاثنا السابقة. انتظرونا إن شاء الله في أبحاث قريبة جدا قادمة.